السلام عليكم. واش تكبديني كتشارجي؟ هادشي زين تبارك الله، انا ما عنديش بحال هاد الغله وما لقيتش اللي يعطيني حتى الثمن. نهار نخرج في المشروع ديال التجميع والانتاج ديالي غادي كيتحسن الحمد لله، وضمنت التسويق ديال الغله، هنيت راسي من المشاكل ديال البيع. كيفاش؟ سينيت واحد العقد مع المجمع اللي عندهم عصره عصريه ديال الزيتون، يعطاني النصائح باش نطور الانتاج ديالي ونستعمل الطرق الصحيحه باش نوصل لجوده عاليه، وغير كتوجد الغله كندفع عليه كامله بالثمن اللي اتفقنا عليه. ايه كاع موفرين لكم هادشي وانا ماسيق الدنيا خبار. ونزيدك اسيدي، بهذا العقد اللي كيضمنه القانون كنستافد من مساعدات خاصه بالتجميع بحال السقي بالتنقيط وشراء الالات الفلاحيه. ياك وزيد. فين نزيد؟ العقد المجمع تسمع بودنيك. زيد وتوكل على الله ونتخدم، هادشي راه ما فيه غير الخير لينا والبلاد. على بركه الله. والتجميع كيهم جميع المنتجات الفلاحية. للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالمديرية الجهوية للفلاحة بجهتكم.